حضرتك شايف ازاي او من وجهة نظرك ازاي ممكن الفن يغير تفكير الناس او يخليهم يبصوا للامور بشكل مختلف، او هل هو فعلا بيغير ولا بنقول ايه ده الله رسمة حلوة وتفضل كل حاجة زي ما هي؟ طبعا بيغير، لانه بيقدم رسالة، يعني رسالة وبعد كده الجمهور بيتفاعل بقى مع الرسالة. الفن هو مرآة للمجتمع، يعني الفن والمجتمع وجهين لعملة واحدة. اي حدث بيحصل في، يعني مثلا في معرض بوسطة، كل الاحداث اللي مرت بمصر متسجله على طابع بريد. فاذا طابع البريد مش مجرد طابع، ده وثيقه تاريخيه لشيء. لما عملت معرض الجنيه كان نفس الشيء، يعني معالم مصر السياحيه موجوده، ان دي كانت عمله واحده اللي هي فئه الواحد جنيه. كان في طبعا مشروع ان انا اعمل الخمسه جنيه والربع جنيه والحاجات اللي اتلغت اللي هي العشره صاغ والخمسه خمس قروش والكلام ده كله. الناس ما تعرفش ان العمله وجه منها فرعوني ووجه تاني اسلامي، يعني تلاقي اي عمله عندنا في مصر هنا جامع وفي الظهر معبد ابو سمبل، معبد فيله وهكذا. ف وكنت برضو بحاول الفت ان دي مش مجرد عمله، دي كارت تذكاري بياخدوا الاجانب لما بينزلوا مصر ويحتفظوا بيه ويطلعوا بلدهم يفرجوا الناس على ده معبد عندهم، ده جامع موجود عندهم، او دي كنيسه موجوده عندهم وهكذا. فالفن طبعا هو حاجة مهمة جدا، هو اللي بيعبر للناس عن مشاكلنا، او هو اللي بيطلع للناس المشكلة، وهو اللي بيوصل للناس انها تلاقي حلول للمشكلة. يعني هو بيبرز المشكلة وبيبرز الحلول بتاعتها.